على صوت الجرس. عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد، نورين قناتكم. أقدر أحد يقول بندر شي صوتك، صوتي توي صح من النوم. المهم وصل الشاص بريمي 2021 عند معرض بريمي، طبعا ما تغير شيء، هو من عام 1401 هو نفسه ما تغير، يغيرون خط اكسسوارات شبك هذه الاشياء اللي يسوونها، متى يتغير جذري ما ادري، وصراحه انا ودي ان يتغير جذري، ولو ايش رايكم؟ كم ودك انه يتغير جذري ولا لا؟ ودك تغير جذري بس يبقى نفس التعليق، ما عندك مشكله، الناس يبون التعليق اللي هو السسه والدفرنسات والدفركات، هذول اشياء اساسيه ما ودك تغير صراحه. والدبل والجير اهم شيء، الدبل انه يصير يدوي مو كهرب، وودك يضيفون بعد جير اوتوماتيك اللي ثمان ريش، يعني ما عندك مشكله، بعض الشيبان يبون جير اوتوماتيك، يعني هذه اهم الاشياء. والشكل ودك يكبرون شوي يوسعون شوي يعرضون شوي يصير اوسع، بيصير افضل ولا لا؟ طيب خلونا نستعرض لكم الحين على السريع المفتاح والريموت نفسه، انوار هالوجين، هذا وينش في الكاميرا بلاك اديشن الحين بنمر عليه، هذا اسود، قد صورت لكم واحد ابيض انا، بس جميل صراحه الشبك على الاسود، يعني اشوف انا الشبك هذا راح ينجح على الالوان الغامقه حتى على الابيض بعد، ما هو قليل شر بعد، حليل شكله. طيب خلونا نجي للبريمي ابو 11 ريشه، لد نهاري كشف الضباب والوينش، الخط هو اللي تغير بس. القطعة هذه اللي تشوفونها هذه نزلت بالدفعة 2020، هذه الدفعة الثانية، استيكر بس، جنوط هلل وجنط 16 نفسها ما تغيرت، و11 ريشة، طبعا شيء يجي 11 ريشة وشيء يجي 8 ريش للرفرف، هذا 11 ريشة كثير منك بعضكم يسأل يقول وش سالفة 11 ريشة؟ سالفة 11 ريشة هذا علشان التحميل، يشيل أوزان ثقيلة. والثمان ريش اخف وريح. شوف الكاميرا وين؟ الكاميرا الخلفية. شوف هنا. بس. اوريكم من داخل. قوة الاحصنة طبعا هو 4 لتر ماكينة. وستة سلندر، هذه من شكل 7.7. 230 حصان تقريبا. 228 حصان بالضبط. هذه الداخلية ما تغير شيء، اللون تخشيب زي اللون العنابي، الفرشات الأرضية هذا اللي يشغل الثلاجة حق اللمبات اللي وين اللي بالحوض، هذه ثنتين، والثلاجة هذا حق الثلاجة، التكاية اللي هنا وماطور هواء والثلاجة. ماطور هواء أذكر بريمي ما كان ينزل ماطور هواء بس ثلاجة. هذه الداخلية طبعا فيها رباق أمامي. الشاشة اللي جاية بحجم تقريبا 6 إنش. أنا ما أدري شلون أشرح لكم صراحة، نفس نفس الموديل اللي قبل بس إضافة إيش اسمه. وقعد شحن وايرلس والله مو سهل يا حبيبي. شوف الشحن الوايرلس تشوفونه. وش عندنا بعد؟ زر فاصل مع الانزلاق وبس، ما بقى شيء. جنط اليدوي. خليني اصور لك اياه. تخيلوا ينزلوا 8 سلندر بالله، طبعا فيه دفلك. بس تخيلوا لو ينزلون شاص 8 سلندر. وش بيصير بالله؟ بيصير مجنون. انا ودي بس تدرون وش اللي ودي، الموتر على ما قال تراه موتر تحمل مو طبيعي ما شاء الله، بس لو يوسعونه شوي يوسعونه يعرضونه
وطولونه شوي. هبي غادي خوش موتر صراحة، وثمان سلندر وكير عادي، الريار بسترك شو بيرد بعد. لو مكينة تجيك سارة ما يخالف، هذا الشاحن ويلس زر هذا حق حساس. وريكم الكاميرا مطيعنا الجير عادي، هذا الكاميرا دقته وسط. هنا عاد اغراض السيارة، الونش وملونش الشيء الثاني، وهذا زي ما تقول درجة البريد بس. بس كذا هنا شغل لك مكشفات واللكسز ها أبلك اللي شحن الطائرة. شوف النور عاد هو اللي يجي، ما أدري متى بيحطونه اللي يدي كشفات الضباب بعد هو يجين ولا الدرجة. خذوني تحت ودكم يوسعونه يكبرونه ولا لا؟ ما شاء الله يبلك بشي بشي. عندهم باصبات من 21 باتر 2021 طبعا ما تغير شيء. سعره بكم يا بندر؟ هذا 280,000. داخلية اسود ارفع لي دولي. الجند رايق على اللون الغامق، ولو ايش رايك يا بالله؟ كايرو هذا بريمي طبعا. لا ما تقدر تفتح الشنطة والباب الا اذا ارفع لي دولي. اخر شيء من دون ما تفتح الباب يسوقف لي دولي والشنطة بقى. شوف الدخميلة طبعا اللون الجديد الجملي صار فاتح، صار فاتح وفي شيء جديد غامق، بس الفاتح أجمل والله، أجمل ورايق ما شاء الله. سقف قريب ل للشموان. والله ودك فرض ينزلون شموان على هالكس. باقي نفس الاول ما تغير شيء، حكم اني مصور لكم قبل انا اول ما نزل الابيض. تخشيب فاتح لغامق شوي، غامق وفي شيء يجي فاتح في شيء يجي غامق. بس كذا ارقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف. امان الله حفظ الكريم.